السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. أيضا لا تنسوا الضغط على الجرس والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين لتعم الفائدة، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله. اليوم سوف نتطرق إلى ثلاث أدوات نحتاجها في العمل لأرشفة المواضيع، تمام؟ يعني من الأساسيات، يعني سوف أبدأ معكم من الأساسيات وهكذا وهكذا إلى أن ننتهي. فكي لا أطيل عليكم، يعني الموضوع الذي سوف أتحدث عنه يعني سهل، ولكن سوف أحاول ما أمكن أن لا يعني يعني أن أتطرق إلى الأمور المهمة. فأولا سوف نقوم بتطبيقها على المدونة. أول شرط أن تكون عندك على الأقل مدونة أو موقع أو منتدى، المهم مدونة، تمام؟ هذه المدونة هي التي سوف نعمل عليها إن شاء الله في قضية الأرشفة في جوجل. إذن يجب علينا أن نقوم بإنشاء مدونة، ثم بعد ذلك يجب علينا تحميل قالب بلوجر، تمام؟ القالب بلوجر يجب أن يتوفر على مميزات التي سوف نذكر لكم إن شاء الله. أولا يجب أن يكون هذا البلوجر يعني لا يتوفر على أخطاء، وخاصة الأخطاء الخاصة بالميتا تاج الخاصة بالسيو. أيضا يجب أن يكون هذا القالب سريع، لا نقول سريع أكثر لأنه كما بغي يكون الحال سوف يكون ثقيلا لكثرة المواضيع وكثرة الإعلانات وكثرة الإضافات، تمام؟ أيضا يجب أن يكون هذا الموقع وهذا القالب متجاوب مع الهواتف الذكية. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نشرح لكم الآن. الآن هذه المدونة كما تلاحظون مدونة خصصتها فقط يعني الوضع على الروابط. هذه المدونة قمت بتحميل القالب الخاص بها، تمام؟ بعد ما قمت بتحميل القالب الخاص بها يجب عليها أن نراقب هل هي تتوفر على أخطاء. أولا يعني إذا أردت أن أفوز بمحرك البحث يجب أن يكون القالب سليم نقي، يعني لا يتوفر على برامج ضارة، لا يتوفر على أخطاء، لا يتوفر على مثل هذه الأمور التي تسبب يعني الثقل في الأرشفة. سوف نستعين بهذا الموقع. أولا هذا الموقع خاص بشركة جوجل والذي يعطي اختبارات بيانات المنظمة. سوف نقوم بوضع الرابط الخاص بالمدونة وأقوم بإجراء الاختبار. بعد ما أقوم بإجراء الاختبار لهذه المدونة سوف أتعرف الآن هل هناك أخطاء أم لا. فكما تلاحظون هو الآن يقول لي أن في هذا المكان هذا لا توجد أخطاء، تمام؟ إذا كانت هناك أي خطأ سوف يعطيك باللون الأحمر، فحين تقوم باختياره مثلا هكذا نقوم باختياره سوف يواجهك مباشرة إلى المكان الخاص بالخطأ. فأنا ليس عندي أخطاء، وغالبا الأخطاء تكون خاصة بالصور. فحين تتوفر على هذه الأخطاء سوف تقوم بعلاجتها، وكيف سوف أضع لكم فيديو في الأسفل يتوفر يعني فيديو يعني الرابط الخاص بهذا الموقع، ثم فيديو يشرح كيفية معالجة هذه الأخطاء، تمام؟ إذا قلنا الخطأ الخاص بالمدونة يجب أن يكون مثل ما تشاهدون الآن. أيضا يجب علي أن أقوم بمشاهدة سرعة المدونة، هل هي سريعة أو ثقيلة إلى آخره. الآن في هذا الموقع يعني باج سبيد يعني خاص بجوجل أيضا يراقب هل هناك أخطاء، فيقول لي بالنسبة للهاتف يعني وصوله 58%، تمام؟ بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر فهو سريع، يعني حبذا لو كان أخضر أخضر، ولكن إذا أضفت إعلانات كثيرة وأضفت أداة سلايدر مثل هذه الأمور صفحات الفيسبوك هذه كلها تأخذ من سرعة الجهاز، ولن تجد 84%، ربما تجد 60، ربما 50، تمام؟ فهذه فقط كمساعد هل الموقع اصلا سريع. اما اذا كان الموقع اصلا لا يتوفر على الاداه التي تقوم باضافتها وثقيل فاحسن لك ان تقوم بتصليحه.
تركه. تمام، سوف تجدون أيضا الرابط في الأسفل. أيضا هذا الموقع، ما هو دور هذا الموقع؟ الموقع شرحته سابقا، ولكن الآن خصص الدورة الخاصة بالأرشفة لابد أن أتحدث عن هذا الموقع. تقوم بوضع الرابط الخاص بك هكذا، وتقوم بنقع التيست يعني مراجعة، وهو سوف يعطيك هل الموقع متناسق متجاوب مع الهواتف الذكية. طبعا أنت في جهاز كمبيوتر تلاحظ الأمر عادي، تختار موبيل ثم تختار أي هاتف، المهم القياسات المعروفة، ثم ريفريش يعني تقوم بتدويرها هكذا، ثم سوف تجد أن الموقع يعني متجاوب متناسق مع الهواتف الذكية. سوف نقوم بالدخول إلى أي موضوع، ثم سوف نجد أنه حتى في الإعلانات في كل الأمور تظهر يعني متناسقة ومتجاوبة، وليس هناك أي شيء يخرجها عن يخرج يعني على القلم. فهذه الثلاث يجب أولا أن تبدأ بها، ثم في الدرس الثاني إن شاء الله بحول الله سوف نتطرق إلى الموضوع الثاني. المهم يجب عليك أن تتوفر على المدونة، المدونة تتوفر على قالب يكون خالي من الأخطاء، أيضا يجب أن يكون سريع، مهم في الأول يكون سريع دون إضافة هذه الأداة كتجربة، وأيضا أن يكون قالب متجاوب مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. ونتمنى أن يعجبكم الفيديو وهذه سلسلة، فاصبروا معنا إلى أن ننتهي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.